إذن ومشاهدينا، فيما يتعلق بالقمح المصري، هل تتحول هذه المادة إلى أزمة يواجهها المواطن المصري؟ لنذهب بداية إلى ترتيب الأرقام. لماذا هناك إشكالية لعدم توفر كمية كافية من القمح بالنسبة للشعب المصري، باعتبار أن المواطن المصري كمية استهلاكاته السنوية تذهب ما بين 18 إلى 20 مليون طن يجب أن تتوفر سنويا، لأن معدل الاستهلاك الفردي بحدود 180 إلى 200 كيلوغرام سنويا، وعلى مستوى أيضا البقية الدول بالمقارنة مع بقية الدول حصة الفرد الروسي هي بحدود 137 كيلوغرام، على مستوى الأمريكي بحدود أقل من 100 كيلوغرام، وأيضا الفرنسي بحدود 102 كيلوغرام. ولذلك هذا الأمر مهم جدا باعتبار أن الاستهلاك العالمي هو الأقوى في مصر. حجم الاستيراد السنوي في مصر هو يتراوح ما بين 9 إلى 11 مليون طن، ولذلك هناك إشكالية وهناك أيضا تقارب أو محاولة لأن تنوع مصر من الدول التي تستهدفها بعمليات الاستيراد. لماذا هذه الأزمة كبيرة ما بين روسيا ومصر؟ لأن حجم الاستيراد من روسيا هو الأقوى بين بقية هذه الدول، حجم خصوصا خلال النصف الأول من 2016 كان حجم الاستيراد من روسيا يتجاوز المليوني طن، أقل من ذلك بحدود 1,200,000 طن من أوكرانيا وأيضا من دول أخرى كرومانيا وكذلك من فرنسا. الحكومة المصرية إذن هي تعتزف أو تستهدف شراء 4 ملايين طن محليا من السوق المحلية، باعتبار أن هناك 9 ملايين من هو الإنتاج المستهدف في 2016. هذا الأمر لا تستطيع الوصول إليه الحكومة المصرية، ولذلك هي تذهب للسوق المحلية. كذلك هناك زراعة للقمح في مصر، ولكن هذه الزراعة هي تتعرض للكثير من الإشكاليات. نحن نتحدث عن دور سلبي للسماسرة في السوق إضافة إلى تراجع كميات التوريد، ونتحدث أيضا عن التكلفة الباهظة التي تدفعها الحكومة المصرية مقابل كل طن لتشتريه من المزارع المصري كدعم للمزروعات المصرية، هي تدفع 2772 جنيه للطن، بينما عالميا هو سعره 1500 جنيه. إذن هي تتكبد خسائر بحدود 6 مليارات جنيه إضافية في دعم الزراعة المحلية. لكن ماذا عن أيضا فطر الأرغوت، والذي فيما يبدو مصر باتت يعني تشدد عليه باعتبار أنها تريد أن تأخذ توريدات من القمح العالمي خالي من هذا الفطر. طبعا المعيار الدولي المسموح لتواجده لهذا الفطر هو بحدود 0.05%. الاشتراطات المصرية صارت أصعب ضمن هذا الأمر، وباعتبار أن هذا أيضا واضح أنك الكثير من الدول بدأت أيضا تمتنع أن تتقدم بمناقصات بهذا الوضع. بداية الأزمة كانت بهذا الرد. إذن مصر رفضت شحنتين قادمتين في هذا الشهر من قبل رومانيا وكذلك روسيا بحدود 63,000 طن قادم من رومانيا و 60,000 طن قادم من روسيا، ولكن كيف جاء أيضا الرد الروسي بالمقابل؟ يبدو أن هناك الكثير من كنا ذكرنا أن المنتجات الزراعية التي حلت مكان المنتجات الزراعية التركية إلى روسيا، ردت روسيا بأنها ستمنع هذه المنتجات باعتبار حسب ما أوردته بأن هناك مخالفة للمعايير المحلية وأيضا الدولية للمنتجات المصرية الزراعية، باعتبار أن الفواكه حجم الصادرات المصرية من الفواكه إلى روسيا تبلغ 44% من حجم الصادرات المصرية بشكل عام. لنرى حجم قوة السوق الروسية بالنسبة لمصر، وكما نرى على مستوى أيضا حجم التبادل التجاري ما بين روسيا ومصر واضح أنه بدأ يقوى، خصوصا في العام 2014 عندما وصلنا إلى مبلغ أكثر من 5 مليارات دولار بعد أن كنا بحدود 3 مليارات دولار في 2013، ولكن بقينا محافظين على 5 مليارات دولار، ولكنها تناقصت عن المستويات التي وصلنا إليها في 2014. أيضا على مستوى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا كما رأينا أنها تتطور، أيضا في 2014 وصلنا إلى 539 مليون دولار، ولكنها تناقصت في 2015 إلى 413 مليون دولار. هل ستعجز مصر فيما يبدو عن أن تصل إلى أن توفر القمح بهذه الملايين من الطنات للشعب المصري؟
المصري باعتبار أن الاحتياطي الاستراتيجي الموجود يكفي مصر إلى حدود يناير كانون الثاني 2017 مع عزوف الشركات العالمية الكبرى عن التقدم لمناقصات لتوريد القمح إلى مصر.